كل سنة وانتم طيبين. كمان النهاردة لأنه عيد العمال، وشهد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال، وطبعا أقيم بمدينة العاشر من رمضان. وأنا كنت سعيدة لأن هذه المدينة مدينة صناعية فيها كم من العمال كبير، وتحس كده أنه يعني في احتفال كبير بعمالنا. شهد الاحتفال أيضا افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى، وطبعا في إشارة لحرص الدولة المصرية على دعم الصناعة وكمان حرصها على أوضاع عمال مصر، وده شيء مهم قوي. تعالوا نتابع مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس ثم نعود. تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعية. لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائما بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنبا إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور، متعاهدا بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.